حسبي الله ونعم الوكيل دي مش دعاء. حسبي الله ونعم الوكيل ده خروج من حولي وقوتي وقدرتي ودخولي في حمى حول الله وقدرته وقوته، وتفويض مني لله استرد لي حقي أو انصرني أو فرج عني ما أنا فيه أو احميني من الضرر اللي أنا متوقع يقع عليا. قالها سيدنا إبراهيم كما قال صلى الله عليه وسلم، قالها إبراهيم حين ألقي في النار فقال حسبي الله ونعم الوكيل، لأن الكل حتى أبوه الكل كان ضده، فأنا ماليش غير ربنا، حسبي الله ونعم الوكيل. وقالها المؤمنون حين قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم.